بتتكلم فيها في تصريحاته الصحفية، لأن زي ما قلت لحضراتكم دائما خلال الفترة اللي فاتت كان من الممكن أن يتم تجاوز كل هذه الأمور، ولكن أن هناك بعض الأمور التي كان يجب أن لا تحدث خلال الفترة اللي فاتت. فهنا في هذه التصريحات من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيوضح فيها أن الجهات الأمنية يا جماعة لما بتيجي تتكلم بيبقى لها الهبة، هبتهم لهم، طريقتهم لهم، أسلوبهم لهم، تفكيرهم لهم، معلوماتهم أو عندهم معلوماتهم الخاصة بهم هم، وبالتالي ما ينفعش حد يطلع يتكلم باسمه، ما ينفعش حد يطلع يتكلم باسم أي حد إلا إذا كان هناك متحدث باسم الأمن مثلا أو الجهات الأمنية أو كذا أو كذا، لكن حد تاني لأ، ما ينفعش حد يطلع يتكلم. ودي نقطة شدد عليها جدا الكابتن محمود الخطيب خلال كلامه أو تصريحاته الصحفية اليوم. أيضا خلينا نكمل بقى بقية الكلام.